لا تنسوا الاشتراك في قناة أمين خلفي قناة وداد الأمة. ذكرنا بالهدف الرائع في مرمى المولودية، يتنفس السعداء الوداد ويتنفس جمهور الوداد السعداء بعد هدف قاتل، هدف في آخر النفس. وداد أمامنا دقائق، هدف التقدم نحلم بالثاني، هدف التقدم نحلم بالثاني يا وداد. أحمد أجدو في وسط الميدان، باسكال يحضر الكرة لأيوب الخالقي، والكرة مباشرة تذهب للدفاع. إذن الدقيقة الأخيرة، واحد لا شيء للوداد، واحد لا شيء للأحمر. إذن تتأكد المقولة، الوداد هو وداد الشوط الثاني، وداد الشوط الثاني بامتياز. يأكد اليوم أمام إنيبا. هنا تسرع التسرع من مراد لمسن، تعود الكرة ودادية بالراس، العودة لنادر المياغري. قلت اليوم الوداد يعني لعب تقريبا بدون حارس، يعني هذه يمكن أن أقول لعب تقريبا بدون حارس، لأن نادي المياغري ما شاهدناش في هذه المباراة. أيوب الخالقي يتقدم. أيوب برافو، اليوم أنت رجل المباراة، أنت رجل المباراة. صحيح لم تسجل، ولكن اليوم نزعتك الهجومية كانت واضحة في هذه المواجهة. حذاري من الانسلال، لكن موجود يوسف رابح يعيدها لمحمد بن رابح. إذن الكرة في وسط الميدان، أحمد أجدو يبقى الكرة أمامية، فرصة للقديوي، فرصة، والحكام هنا ماذا يقول؟ بول غودوين يصاب في اللقطة الماضية، ماذا يقول الحكم؟ هناك خطأ، شاهدوا اللقطة من جديد، نعم، لمس الكرة باليد، هذه تستحق البطاقة الحمراء، هذه عندها بطاقة حمراء. تتغير معالم المباراة، خمس دقائق وقت بدل ضائع. هنا بول غودوين، يعني شاهدنا اللقطة الماضية لمس الكرة باليد. هنا الجماهير الودادية الحاضرة بالآلاف هنا بمركب محمد الخامس، لكن الملايين الوداديين، لأنه قلنا كلنا وداديون، والمغاربة قاطبة من طنجة العالية للكويرة العزيزة، كلهم باللون الأبيض والأحمر في تشجيع الوداد الكبير، ولكن أيضا وداد بعشاق ومتابعين من المحيط إلى الخليج في الوطن العربي الكبير، الذين يتابعون هذه القمة الإفريقية بين الفيل النيجيري نيمبا والوداد الأحمر الذي يبحث عن ثاني ألقابه في مسابقة دوري الأبطال بعد اللقب 92. وهذه بطاقة صفراء، لا أتفق معك يا جريشا، البطاقة الحمراء، لأن القانون واضح، الحارس لمس الكرة باليد خارج منطقة الجزاء. على كل، نترك الحكم والقرارات الحكم ونركز في آخر هجومات الوداد. الوداد متقدم نعم بهدف باسكال، ولكن نحلم بالثاني، لأن التأهيل بالنسبة للوداد في مباراة الذهاب وليس الإياب. إذن القديوي، تسديدتك الثالثة، هل تكون ثابتة يا القديوي أم يتركها لأحمد أجدو؟ إذن القديوي أحمد، هو أحمد أجدو يسدد الكرة، تبقى ودادية، المهم الكرة في الملعب، ما مشاتش برا، تبقى للأحمر. هذه كرة مرفوعة، والحكام يشير إلى تسلل، طبعا ونحن نعيش الوقت بدل الطائع، خمس دقائق هو الوقت بدل الطائع. إذن الكرة في التماس، أيوب الخالقي تصل لأحمد أجدو، أحمد محاولة المرور من جديد، رمية جانبية. إذن دقيقتين وعشر ثواني على أقل تقدير، يسير لك حل، ياسين يسدد، كان قريب جدا، عنده قدم يسرى ساحرة، ما شاء الله، هي اللي حضرات كرة باسكال
هي اللي صنعت الهدف الوحيد في هذه المباراة، وكان قريب جدا من الثانية. سلام لو كانت في الشباك، يا سلام لو كانت في الشباك لاكتملت فرحة الأحمر، ولا قلت بأن الوداد قطع شوط مهم جدا نحو مباراة النهائية. معليش نبقاو متفائلين، 1-0 تبقى نتيجة إيجابية في انتظار موقعة الإياب. المهم أن لا يسجل على نادي المياغري، المهم أن لا يسجل على نادي المياغري. الدقيقة 94، 1-0 للفريق الأحمر. إذا بسرعة باسكال، باسكال للقديوي، وباسكال إصرار كبير. هناك خطأ، هناك خطأ، الحكم في اللقطة الماضية أعلن الخطأ ضد اللاعب باسكال. يعني صحيح لم يتبقى وقت كثير، ولكن استعجال لا يفيد الوداد، تسرع لا يفيد الوداد. هنا التغيير من أجل التغيير، تغيير لكسر